شراكتنا مع الأمم المتحدة جدا قوية ومتميزة. الهلال الأحمر بيعمل مع كل المنظمات الدولية، لنا شراكات مع الأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة في عدد من البلدان. الهلال الأحمر القطري كان من أول المتواجدين خاصة بالشمال السوري، كان في تدخل قوي وسريع أيضا بإرسال فريق طبي ميداني، ويعتبر هو أول فريق طبي يوصل للداخل السوري من خلال الهلال الأحمر القطري. حالات كثيرة كانت تصل لحالات بتر أو غيره، فأنقذوا هذه الحالات. إلى الآن طبعا احنا حالات يعني تدخلنا مستمر، الهلال الأحمر القطري موجود في تركيا، موجود في سوريا، قاعدين نقدم كثير من المساعدات اللي تخفف صراحة الأزمة الموجودة والأزمة اللي صارت. قبل يعني أيام كنت في تركيا وأيضا في سوريا بالتعاون مع الهلال الكويتي، أيضا التعاون مع الهلال التركي. الفترة القادمة إن شاء الله معنا اتفاقية مع البنك السامي للتنمية، أيضا راح نقدم فيها مساعدات للإخوة السوريين بالداخل بالشمال السوري. طبعا من أكثر أو أكبر الإشكاليات هي يعني التحديات اللوجستية، وصول المساعدات أو إيصال المساعدات لمناطق المتضررة خاصة بالشمال السوري، ومع هذا احنا بنحاول ان احنا نوصل ان شاء الله بإذن الله لأغلب المناطق المتضررة. احنا طبعا الجهود اللي قدمناها خلال الفترة السابقة لإعمار غزة كانت ترميم لعدد من البيوت اللي كانت متضررة من الحرب اللي حصلت في غزة. عندنا أيضا مشاريع جدا مهمة حقيقة، مشاريع اللي هي التمكين الاقتصادي، مشاريع غذاء، مشاريع مختلفة كثيرة، مشاريع أيضا بالصحة. كل هذا الحمد لله احنا مقدمها، والمكتب في غزة معنا صار له تقريبا أكثر من 10 سنوات، فالحمد لله المشاريع مستمرة وبنحاول نحن نزيد من مشاريعنا في غزة، لأن الوضع أيضا بعد هناك جدا سيء، محتاج إلى الدعم، محتاج إلى استمرار في الدعم، تقديم الخدمات خاصة الصحية صراحة احنا دائما نركز عليها.